بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع اختبارات الفصل الثاني، اختبارات الفصل الثاني لتلاميذ الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله عز وجل أنا مع مادة الإعلام الآلي، الإعلام الآلي أو المعلوماتية. عندنا النموذج هذا الأول، التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. أيقونة نظام هي أيقونة تتميز بوجود سهم أزرق صغير من الجهة السفلية اليسرى. يوجد ثلاث أنواع من الآلة الحاسبة، لحذف ملف نختار من قائمة الخيارات رينومي. النسخ كوبي يعني إنشاء نسخة من المجلد أو الملف في مكان آخر. التمرين الثاني، اربط بسهم. عندك مجلد الأيقونات، سطح المكتب، برنامج الرسام، دوسي، إيكون، بانت، بيغو. التمرين الثالث، رقم المراحل حسب ترتيبها. لغلق الحاسوب ننقر على أغيتي، مخزن الطاقة، ديماغي. لفتح برنامج الرسم ننقر على توتلي بروغرام، ديماغي، بانت، أكسسوار. التمرين الرابع، اختر الأداة المناسبة لكل عملية في الشكل الآتي. معنى هنا وري الأداة المناسبة لهذا الأمور، معنى الرقمها على حسب الترقيم. حجم الخط 1، التسطير، لون الخط، التوسيط معنى نديرو سونتري في الوسط، تغيير نمط الكتابة، تغليظ الخط معنى نديرو خشين، تمييل الخط معنى نديرو مائل، التشطيب معنى كل عملية من هذه العمليات نحوس عليها هنا وين وندير الرقم تاعها امامها. طيب التمرين الرابع، التمرين الرابع، اذكر اربع عمليات يمكن اجراؤها على المجلدات والملفات. اربع اشياء نديروها على المجلد والملف. طيب بامكان التلميذ يوقف الفيديو قبل الاطلاع على الحل. نمر للحل. التمرين الاول، أجب بصحيح أو خطأ. نعود نقرأ الجمل. أيقونة نظام هي أيقونة تميز بوجود سهم أزرق صغير من الجهة السفلية اليسرى. خطأ، هذه أيقونة اختصار ليست أيقونة نظام. الجملة الثانية، يوجد ثلاث أنواع من الآلات الحاسبة، كذلك خطأ. يوجد نوعان من الآلة الحاسبة مش ثلاثة. العبارة الثالثة، لحذف ملف نختار من قائمة الخيارات رونومي. خطأ، ما نختاروش رونومي، رونومي باش نبدلو اسم الملف. لحذف ملف نختار من قائمة الخيارات سوبريمي. رونومي هي لتغيير الاسم، لتغيير الاسم كما رانا نشوف. طيب الجملة الأخيرة، النسخ كوبي يعني إنشاء نسخة من المجلد أو الملف في مكان آخر. خطأ، النسخ هو كوبي مش كوبي، كوبي واحدة وكوبي واحدة. النسخ هو كوبي يعني إنشاء نسخة من المجلد أو الملف في مكان آخر. التمرين الثاني، المجلد هو دوسي، الأيقونات هي إيكون، سطح المكتب هو بيغو، برنامج الرسم هو البانت. التمرين الثالث، المراحل، لغلق الحاسوب ننقر على أولا ديماغي، ثانيا أغيتي، وثالثا مخزن الطاقة. لفتح برنامج الرسم نبدأ بديماغي، تولي بروغرام، أكسسوار، ما نروح بانت، سيبو بانت. طيب التمرين الرابع، حجم الخط رقم 1 هو حجم الخط. حجم الخط هو هنا كما راكم تشوفوا هنا. 2، التسطير باش نسطر على الكلمة هاي، 2 هنا. 3، لون الخط، 3 لون الخط هنا ندير اللون. طيب 4، التوسيط معناها ندير السونتري في الوسط، 4 هنا ها. طيب 5، تغيير نمط كتابة، 5
تغيير نمط الكتابة. هاي وين خمسة هنا. طيب ستة تغليظ الخط، معنى الخط نديرو خشين. ستة هاي وين بلغة بلغة هي هذيك الجهة هذيك. سبعة تمييل الخط، الخط نديرو مائل هي سبعة نديرو مائل. طيب ثمانية تشطيب، ثمانية هاي وين نشطب على الكلمات. طيب التمرين الأخير أربع عمليات يمكن إجراؤها على المجلد والملف في زوج: إنشاء ملف أو مجلد جديد، تغيير اسم الملف أو المجلد، حذف ملف أو مجلد، نسخ أو نقل ملف أو مجلد. هذه كلها نقدر نديروها على الملف ونقدر نديروها على المجلد. طيب النموذج الآخر، عندنا نموذج ثاني كذلك في الإعلام الآلي. التمرين الأول: إليك المفاهيم الآتية، ضع صحيح أو خطأ عند نقل ملف إلى مكان آخر لا يختفي من المكان القديم. الدفتر هو برنامج يستعمل في إنجاز رسومات هندسية. الملف عبارة عن مساحة تحوي المجلدات. لحفظ الرسم في برنامج الرسام نقوم بالنقر على فيشي ثم على انغوجيستري. تمرين ثاني: العملية التي يمكن إنجازها على الملف والمجلدات هي أربع عمليات، أذكرها. تمرين اللي بعده: اربط ما يلي، عندك النسخ، قص، مجلدات، أنواع الملفات واللصق، صور، فيديو، أصوات، كولي، كوبي، أماكن مخصصة لحفظ وترتيب، كوبي. حتى نتمكن من إيجاد ملفات ضائعة نتبع المراحل الآتية. الملف يكون ضائع كيفاش نصيبه؟ المراحل اللي نصيبه. بإمكان التلميذ يوقف الفيديو بعد يطالع على الحل. طيب التمرين الأول: عند نقل ملف إلى مكان آخر لا يختفي من المكان القديم. خطأ، وإنما يختفي. كي ننقله نديرو كوبي، بينما كي ننسخه نديرو كوبي، لا يختفي. الدفتر هو برنامج يستعمل في إنجاز رسومات هندسية. خطأ. الملف هو عبارة عن مساحة تحوي المجلدات. خطأ. لحفظ رسم في برنامج الرسام نقوم بالنقر على فيشي ثم انغوجيستري. طيب صحيحة، عبارة صحيحة. تمرين اللي بعده: العمليات التي يمكن إنجازها على الملف وعلى المجلد هي إنشاء ملف جديد داخل مجلد، حذف ملف أو حذف مجلد، تغيير اسم الملف أو تغيير اسم المجلد، نسخ أو نقل ملف أو مجلد. أكمل، اربط ما يلي. النسخ هو كوبي، انتبه مليح، النسخ هو كوبي مش كوبي، كوبي. القص هو كوبي، كوبي. طيب المجلدات، أماكن مخصصة لحفظ وترتيب الملفات. أنواع الملفات: صور، فيديوهات، أصوات ونصوص. اللصق هو كولي، لصق كولي. حتى نتمكن من إيجاد ملفات ضائعة نتبع المراحل الآتية: ننقر على الزر أبدأ ديماغي، ثم أختار التعليمة غوشيخش ولا غوشيخشي، روح غوشيخشي. تظهر لنا علبة الحوار، نكتب فيها علبة الحوار، أكتب فيها اسم الملف لأنني نحوس عليه. بعد ذلك نضغط على الأمر أوكي، نضغط على أوكي ولا نضغط على ذيك لالوب هذيك اللي دير ريشيرش. بعد ذلك تظهر النتائج. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.